بالنسبة للحكم اللي صدر على الزوج ديالي، يعني نزلت علينا كالصاعقة، ما تقبلناش شهرين، جاتنا شوية قاصحة، جاتنا شوية قاصحة شهرين، يعني واحد شهرين يعني خاصني كيف تيقولوا الناس ديال المغاربة، يعني خاصني نزير الصمتة ونلعب جوج أدوار، راجل ومرأة في نفس الوقت. عندي مسؤولية ديال الدراري، عندي مسؤولية ديال التشرد أنا في الزنقة، يعني الحمل غادي يتقال عليا في هاد شهرين. كنطلب من الله يعطيني الصبر ويعطيني القوة. وبالنسبة ديال الحكم اللي حكموا عليه بشهرين، يعني ما نكذبش عليك، العقل ديالي ما توقع الشهرين. أنا كنت كنقول ربما غتكون أخف العقوبة، أنا في بالي غتكون غير شهر. هادشي اللي قلت، مين قال لي شهرين يعني ما تقبلتهاش. بقى واحد النزاعات بعدا في المحكمة، تنقول لهم ما تقولوش لي شهرين. بصعوبة الناس اللي معايا بقاو عليا لا وهادي راه كي شهر كي شهرين، يعني صافي. وبكيت غوت ما بعديها احتسبت وهزيت أمري الله، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. هادشي اللي غادي نقول، يعني كان انهيار صراحة. هذاك النهار كداز عندنا ما نقولش لك، داز عندنا نهار الاربعاء، يعني راه ربي اللي عالم داك النهار كيفاش داز، يعني داز على الاعصاب وداز على الصحه. وبكينا وغوتنا وندبنا، ما خلينا ما درنا، ولاني ما بدلنا حتى شي حاجه. يعني الحكم راه صدر، العقوبه غتكون، وحسبي الله ونعم الوكيل. حكم جاني قاصح بزاف، جاني قاصح والشهرين على واحد ما دار والو، رجعت قاصحه عباد الله. لو كان غير دار شي حاجه ماشي مشكله، مهم غتعرف في نفس ديالك بان راه دار خصو يتعاقب. ومي هو ما دار، ما ضرب، ما حتى شي حاجه. التهم اللي كانت موجهه لي بان كان نزاع، كان صراعات ما بينه وبين المقدم على واحد اللافته. هادشي اللي حاطينه ما في المحضر، ما دايرينش بان راه المقدم هو اللي ضرب راجلي، هادشي كله ما كاينش. وهو منهار، هو منهار، يعني باش ما تقبلش شهرين هو في عكاشه وما دير والو. يعني لو كان بعدا كان غير ضارب ولا شي حاجه، مهم يعني واخا غتعصب غتجلس مع نفسك غتقول لا، وانا انفعلت، انا ضربت، انا عرقلت، او انا ما ضابطش العقل ديالي، يعني كان ساهل هاد العقوبه. مي هو ما ضارب ما دير حتى شي حاجه، غادي غيقيس لافيته اصلا ما قاصهاش، الاخر ضربو تولينا في تهام وتهام وتهام وتهام. حسبي الله ونعم الوكيل، هادشي اللي غادي